أنا بنتهز الفرصة بما أنك فتحت موضوع الهوية. اللغة دي هي من أهم عناصر الهوية في أي مجتمع. طبعاً. من حسس لازم إذا كان الشعب عايز يبقى إنجليزي فالدولة لازم ترغمه على الحفاظ على هويته، لازم ترجعه أنه يكون شعب مصري عربي محترم في ثقافته، والاحترام في الثقافة أنه يحترم لغته ويتعلم لغته. صحيح. فلازم شوفي من فضلك، ما فيش طبعا ما فيش مراكز بتاعه الاستقصاءات اللي تعمل لك نسبه يعني حد يقول لي نسبه الاستخدام اللغه العربيه في الاعلانات بتاعه الشوارع قد ايه ونفجع بالنسبه الساحقه للاستخدام اللغه الانجليزيه. وانا بقول لحضرتك فعلا يعني قانون المجمع اللغوي اللي بينظم هذا بيصر على انه اللغه العربيه هي اللغه الاولى في الاعلانات، ثم ممكن يضاف اليها لغه اخرى، لكن لابد ان يعني تكون اعلانات البلد بالعربي. مظبوط. فاحنا لا بنحاول يكون لنا هويه في العماره بتاعتنا، ولا بنحاول ان احنا نحترم هويتنا الاصليه في اللغه بتاعتنا. مش معقول. ممتلكات مصر الفنيه وهي ممتلكات واسعه وكبيره، كيف نحافظ عليها؟ بالوعي. لازم نعي. لازم يكون عندنا وعي بهذه الممتلكات، والوعي ده بيجي من الطفولة. لازم الشباب الأطفال يعوا، لازم الأول يعرفوا ويعوا ويتعلموا، ويتعلموا ازاي يحافظوا عليها. لابد من أن يكون عندهم ثقافة ويكون عندهم انتماء. الحقيقة احنا بنتكلم في دوائر كلها داخلة في بعضها. أيوة. لأن الانتماء والهوية وكل دي موضوعات اللي هي أصلها ثقافي في النهاية، زي ما كنا بنتكلم في بداية الحديث، لابد هي تكون مربط الفرس. عشان احنا أنا قلت كذا مرة قبل كده إن مصر دي تملك إمكانيات الدولة العظمى من جميع النواحي. لو مارست هذه الإمكانيات ستصبح دولة عظمى. يعني احنا عارفين من التقليديا يعني إنه عندها موقع جغرافي وعندها تاريخ وعندها ثروات. احنا عندنا ثروات لا تملكها دول عظمى، ثروات البشر دول اللي في مصر لو اتعلموا صح وتدربوا صح وتربوا وتثقفوا صح هيبقوا قنبلة ذرية، يعني قادرة على صنع المعجزات وعلى عمل أي مشروع. إمكانيات بشرية نمرة واحد، إمكانيات ثروة طبيعية نمرة اثنين. يعني أنا كتبت في معارك العمران ده بمناسبة الإمكانيات في فصل في كتاب معارك العمران عن سيوة. أنا رحت سيوة وقعدت فيها حوالي 10 أيام. يعني أتحسر. ده هنا ينفع مكان عالمي للزيارة. ده هنا ينفع موقع تصوير سينمائي رائع. ده هنا ينفع معرفش إيه البحيرات اللي في سيوة. أيوة. فقلب الرملة بحيرات، الحاجات اللي بتستخدم بينزلوا فيها في المياه عشان ثروة قومية يعني ثروة. ومع ذلك من يهتم بسيوة؟ من يهتم بوضع سيوة مش على خريطة مصرية إنما على خريطة العالمية؟ من يستثمر سيوة؟ يعني نرجو إنه يتم الانتباه إلى إن إحنا عندنا مقدرات. إحنا بنتكلم عن إمكانيات مصر التي تجعلها دولة عظمى. يعني نأمل إنها تستثمر هذه الإمكانيات في جميع المكان في جميع الإمكانيات.